سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل للمرأة ماء مثل الرجل وله دخل في عملية الحمل وفي تحديد نوعية البنين؟ المرأة لها ماء أيمني مثل ماء الرجل، والجنين يتكون من الحيوانات المنوية للرجل ومن البويضة للمرأة. وفي الحيوان المنوي والبويضة ما يسمى بالكروموسومات التي تورث صفات الرجل والمرأة للجنين. وإذا غلب ما عند الرجل أشبه الولد أباه شكلا وموضوعا، وبالمثل إذا غلب ما عند المرأة. وإلى جانب عامل الوراثة هناك تأثير البيئة على الجنين، وكل ذلك بينه المختصون، ووردت بذلك نصوص في القرآن والسنة، وحاول العلماء التوفيق بينها وبين العلم لإثبات إعجاز القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته. من أهم ما ورد في ذلك حديث البخاري ومسلم أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الاحتلام، فقال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها؟ وحديث مسلم أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولد، فقال له: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنفى أو أنفيا بإذن الله. فقال اليهودي: صدقت وإنك نبي. وفسر العلماء علو ماء أحدهما على الآخر بالغلبة فيه، حيث إن نطفة الرجل فيها عناصر التذكير والتأنيث، وبويضة المرأة قاصرة على عنصر التأنيث فقط. وانتهوا من بحوثهم وتجاربهم إلى أن للرجل دخلا كبيرا في إنجاب الذكور أو الإناث حسب قوة ما عنده من العناصر، ولا تلام المرأة على ذلك، فهي كما قالت العربية التي كان كل نتاجها إناثا: تالله ما ذلك في أيدينا، فنحن كالأرض لزارعينا، ننبت ما قد زرعوه فينا. والموضوع طويل في موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، والله أعلم.